واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. الآية 103 من سورة آل عمران. روى الثعلبي في تفسيره عن قوله تعالى واعتصموا بحبل الله إلى آخر الآية، روى بأسانيد متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا أيها الناس قد تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي الجمع بين الصحيحين أنه ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي. المصادر تفسير الثعلبي الجمع بين الصحيحين، وهنالك مصادر أخرى ذكرت ذلك المعنى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الآية 60 من سورة الأنبياء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى. أما أنه الفتى فلأنه سيد العرب والعجم، وأنه ابن الفتى فلأنه ابن إبراهيم الذي قال عنه تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأما أنه أخو الفتى فلأنه أخو علي الذي قال عنه جبرائيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. المصادر مصابيح الأنوار الجزء الثاني صفحة 295، وهنالك مصادر أخرى ذكرت نفس هذا المعنى. وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية 24 من سورة الصافات. قال عمر بن الخطاب اعلموا أنه لا يتم شرف امرئ، اعلموا أنه لا يتم شرف امرئ إلا بولاية علي رضي الله عنه على حد قول عمر. المصدر في الصواعق المحرقة صفحة 106 لابن حجر العسقلاني، وروي أنه لما حضرت ابن عباس الوفاة قال
اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني فليتولى علي بن أبي طالب، فإن ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله. المصدر: منتخب كنز العمال، الجزء الخامس، صفحة 22، الصواعق المحرقة، صفحة 76، وغيرها من المصادر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآية 25 و26 من سورة التوبة. نزلت هذه الآية في واقعة حنين كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية كما نصها القرآن الكريم، ولكن هنالك سبب للنزول، حيث خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة آلاف من المسلمين، فعاينهم أبو بكر وقال: لن نغلب اليوم من قلة. فعندما حدثت المواجهة مع العدو انهزم المسلمون بأجمعهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى تسعة من بني هاشم، فأنزل الله تعالى: ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وعلى المؤمنين أي يريد بالمؤمنين عليا ومن ثبت معه، حيث كان علي يضرب بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والعباس عن يمينه، والفضل عن يساره، وأبو سفيان بن الحارث يمسك سرجه، ونوفل وربيعة ابن الحارث، وعبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب، وعتبة ومعتب أبناء أبي لهب من وراء ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. فقتل أمير المؤمنين رئيس القوم وجمعا كثيرا، فانهزم المشركون ووقعوا في الأسر. المصادر: تأريخ اليعقوبي، الجزء الثاني، صفحة 169، السيرة الحلبية، الجزء الثالث، صفحة 109، تفسير الخازن، الجزء الثاني، في الصفحة 225، ومصادر أخرى ذكرت هذا المعنى في هذه الآية.